يعني الاحتلال لا يفرق بيننا وبين أي مواطن فلسطيني، يعني كونك صحفي يعني فلسطيني أنت مستهدف. استهداف بشكل مباشر، يعني اعتداءات الاحتلال على الصحفيين في الآونة الأخيرة كانت بوتيرة عالية. كنت ماخذ جميع الاحتياطات يعني اللازمة كصحفي لتغطية المواجهات، كنت يعني ماخذ المكان الآمن للتغطية. بال بلس، قناة فلسطين الرقمية.